ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد لمحاضرة من محاضرات اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول المتوسط. محاضرتنا اليوم بعنوان Who scrapbook are these؟ لمن كتب الملصقات هذه؟ طبعا هذا نحكي عن المنهج المعتمد لسنة 2023. هذا الدرس أعزائي راح نجاوب على هذا السؤال، سؤالنا لمن كتب الملصقات هذه؟ فإحنا حتى نجاوب على هذا السؤال لازم نتعرف على اليمن، لازم نتعرف على اسم التملك اللي غالباً ما تكون بنهاية الاسم لبيان الملكية لشخص معين أو لشيء معين. مثالها علي's book معناها كتاب علي، أو Mason's dad والد، يكون مكانها بين الاسمين. اس التملك يكون مكانها بين الاسمين، هنا عندكم ميسم اسم، داد اسم، بيناتهم اس عليها كوما معناها هذه اس التملك. نفس الحالة بالنسبة للمثال الآخر علي's book كتاب علي، علي هو اسم وعندكم البوك أيضا هو اسم، بيناتهم اس عليها كوما معناها هذه اس التملك. طبعا راح نتعرف على الضمائر اللي هو موضوع جدا مهم، ونتعرف على بعض القواعد، قواعد الوانت وقواعد الانجوي، وتعالوا خلينا نسولف هذا الشيء بالشرح افضل. شوفوا طلاب، هنا عندنا مجموعه من القطع راح نقراها. عندي القطعه الاولى عن ميسم. ميسم شو تقول؟ تقول in my spare time في وقت الفراغ، اعتقد لازم اقرا بطيء بناء على ضربكم. in my spare time في وقت الفراغ I like finding out about other countries، يعني أبحث عن البلدان الأخرى أو الأقطار الأخرى. I have lots of الكثير من pictures and stamps الصور والطوابع. شوفوا طلابي شلون قريتها، picture دائما التي بصفها يو تنقري تش تش فتصير picture، picture معناه صور، and stamps وطوابع. I ask everyone أنا أسأل الجميع to keep أن يبقي their stamps طوابعهم for me من أجلي أو لي، يعني هو يطلب من الكل إنه يضمون طوابعهم إله. نشوف منى، منى شو تقول؟ تقول I'm interested معناها أنا مولعة، in birds بالطيور، يعني هي تحب الطيور. in my spare time في وقت الفراغ، in my spare time I take أنا ألتقط photos الصور، then بعدها I try أحاول to find out and أجد the names of the bird اسم الطير. نشوف بسام أو باسم. باسم I want to be أنا أريد أن أكون، to be معناها أن أكون، a pilot، a pilot، pilot هو الطيار. I am very interested in planes، أنا مولع جدا بالطيارات. I'm very interested in planes and flying، and flying والطيران، هو مولع بالطائرات والطيران. So you can guess، لذلك أنت يمكنك أن تخمن، what I collect شنو اللي أجمعه. هسه نشوف عادل، عادل شوية معصب هنا. عادل شو يقول؟ يقول someday يوم ما I want to go to Africa، I want to go to Africa، أريد أن أذهب إلى أفريقيا. Then I can take my own photos of the animals، يقول حتى أقدر أنه ألتقط صوري الخاصة للحيوانات.
For now, للآن I have to look for pictures أنا لازم أبحث عن الصور and cut them out وأقطعهم أو أقصهم، يعني هو يدور على الصور ويقطعها مثلا من مجلة أو من جريدة. نجي ونشوف ليث. ليث شو يقول؟ يقول I play it I watch it on television، يقول أني ألعبها I watch it أشاهدها on television على التلفاز. I go to match أروح للمباريات. So you know whose picture I collect، لذلك أنت تقدر تعرف شنو الصور اللي أنا أجمعها. طبعا كل كي وراء حرف N، الكي راح يكون silent يعني ما راح نقولك no، لا راح نقول no. هسا نشوف روان. روان شو تقول؟ تقول I enjoy collecting pictures of plants، تقول أني أحب أنه أجمع pictures of plants and flowers والأزهار from around the world، من حول العالم. I love the colors، أني أحب الألوان and shapes والأشكال، هي تحب ألوان وأشكال النباتات، فلذلك هي تجمع صور للنباتات. هذه القطعة طلاب شنو الفائدة من عندها؟ هذه تجيني عليها أسئلة بالامتحان، هاي القطعة اللي قريناها؟ لا ماما، هذه ما تجي عليها أسئلة. زين ليش لعد موجودة هنا؟ ليش قريناها؟ قريناها حتى نتعرف من خلالها على قاعدة مهمة اللي هي قاعدة الوونت، وأيضا قاعدة أخرى اللي هي قاعدة الانجوي. خلي نشوف شنو قاعدة الوونت وشنو قاعدة الانجوي. هذه هي القاعدة اللي خلينا عليها صح أمامكم. want to معناها يريد، دائما ايش يجيني وراها؟ فعل مجرد، فأقول I want to فراغ to Africa go لو went، الجو معناها أذهب والwent معناها ذهب. الwent هي بصيغة الماضي والجو هي بصيغة المجرد. المجرد أقصد به أنه ما بي اس ولا بي اي دي ولا بي اي ان جي، الماضي بي اي دي والاس هذه للمضارع، هذه اس الشخص الثالث، والاي ان جي للمستمر. هذن كلهن لازم ما يكونن موجودات وين؟ بعد الفعل اللي بي want to، يعني want to يجي بعد فعل لازم شي يكون، احسنتم، يكون فعل مجرد. نشوف القاعدة الاخرى مال enjoy. enjoy شي يجي وراها؟ لازم يجي وراها فعل يحتوي على ing، فنقول هنا أنا I enjoy انا استمتع collect لو collecting pictures، أكيد راح يكون الجواب هو collecting pictures، يعني أنا أستمتع بجمع الصور. هسا نروح على كتاب النشاط ماما صفحة 7. هذا التمرين جدا مهم، هذا التمرين ماما مهم جدا جدا. هذا التمرين يحكي عن شنو؟ يحكي عن ضمير الفاعل. إحنا كنا نعرف ضمير الفاعل قبل من أقول ضمير، رأسا تقولون هي شي وإت they we you are وآي، هذني شنو لنا؟ ماما ضمائر منو؟ اللي إحنا حافظين ومتعودين عليهن ضمائر، أحسنتم، هذولي ماما ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل عندنا منها شنو؟ عندي منها صفات تملك وعندي ضمير تملك. حتى أميز بيناتها ماما، اتذكروا لما أقول ضمير أول شي يخطر ببالكم الهي والشي والإت، إحنا متعودين على يا ضمائر، أحسنتم، على ضمائر الفاعل الآي والهي والشي والإت، وعندنا الذي والوي واليو، هذول ضمائر منو؟ ضمائر الفاعل. زين صفة التملك هذه لازم نحفظها الجدول. ماما وقفوا الفيديو، أخذوا سكرين لهذا الجدول لأن هذا مهم جدا. الآي راح تصير ماي، وبضمير التملك تصير ماين، الهي يصير هز ويبقى هز، الشي تصير هير وتصير هيرز، الات تصير اتس، الذي تصير ذير، والوي تصير اور،
واليو تصير يور. باعوا ماما، هذا بس احفظوا لي هذه، بس هذا الجدول احفظوه، وهذا الجدول ايش راح تسوون؟ نفس صفة التملك، بس شو نخلي لها؟ خلي لها اس بنهاية تباعوا. Your yours our ours their theirs. الاس اصلا هي بها اس، راح تبقى مثل ما هي. الهير راح نضيف لها اس تصير هيرز. الهز هي اصلا بها اس، فراح تبقى نفس ما هي عندكم، بس الماي لازم تحفظوها انه تتحول الى ماين. الماي راح تتحول الى ماين. زين مس، احنا حفظنا الجدول، وبعدين هذا الجدول ماما احنا مو حفظناه، هسه ايش راح يصير عندنا؟ راح يجي عندنا موضوع اللي هو شلون اني راح اختار بين صفة التملك وبين ضمير التملك. احنا ايش عرفنا؟ عرفنا انه صفة التملك لازم شي يكون، لازم عندنا ورا الفراغ اسم، لان هي صفة تملك، يعني دا نقول انه هذا الفشي اني املكه، فلازم شي نقول؟ اكو ورا الفراغ اكو فد اسم، يعني الفراغ ما يكون بنهاية الجملة. زين بس اذا اجى الفراغ بنهاية الجملة ايش نختار؟ اكيد راح نختار الماين، راح نختار الماين اللي هي مثلا ضمير التملك، يعني مو صفة التملك، لا راح نختار الضمير التملك. فالماين الهز اني حتى لا تنسوها، لا تخربطون بين ضمير التملك وصفة التملك. شو راح اقول لكم؟ من اقول ضمير التملك راح اقول ابو الاس، وانتم راح تعرفون انه هذا هو ضمير التملك اللي يحتوي على اس الشخص الثالث. ماما شنو يحتوي لي هذا امي؟ يحتوي على اس التملك، ضمير التملك يحتوي على اس التملك. اليوم ما اعرف ايش فيها الملزمه، ما قابله توقف كل ساعه وتطفر، يمكن هذا يريد يشوفكم بقيه الملزمه حتى تشجعون انه تشتروها. على فكره الملزمه سعرها 12000 مع التوصيل لبغداد، وسعرها 15 مع التوصيل لبقية المحافظات، وأكيد عندنا أيضا ملزمة علوم إذا تحبون تقدرون تأخذوها. شوفوا طلابي، عندنا ضمير التملك، إيش قلنا؟ ضمير التملك يجيني وين؟ ترى يجيني بنهاية الجملة ماما، نهاية الجملة أستخدم ضمير تملك أبو الأس. إذا عندي ورا الفراغ اسم راح أستخدم صفة التملك مو ضمير التملك. شوفوا هنا هذا التمرين طبعا كلش مهم، ايش قايل لي؟ قايل لي سميرة lost her watch yesterday، سميرة ضيعت ساعتها. I think this is، باعوا هاي عايدة على يمن، عايدة على سميرة، فسميرة بنية والبنية شي والفراغ بنهاية الجملة، فإذا ايش راح نستخدم؟ احسنتم، نستخدم ضمير التملك ابو الاس، مو صفة التملك، استخدم ضمير ابو الاس باعوا، لانه صاير عندي فراغ بنهاية الجملة. تعالوا شوفوا بلال، I think this book is فراغ، وحاط هنا نقطة، نقطة شنو معناها؟ معناها انتهت الجملة، يعني ماكو اسم ورا الفراغ، يعني راح استخدم، احسنت يا بطلة، راح نستخدم شنو؟ راح نستخدم ابو الاس، ضمير تملك. شلون عرفنا your؟ ليش قلنا yours؟ لانه احنا دا نحكي عن يمن، دا نحكي على واحد، دا نقول له انت مخاطب، دا نقول له انت نسيت كتابك بمنزلنا، فراح نقول له يو، فلذلك استخدمنا الضمير yours. تعالوا خلينا نشوف التمرين او النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها شي يقول؟ يقول we took the poem to the beach. It's our، مالتنا. شلون عرفتها هذه ours؟ من يا هو؟ احسنتم، من الوي. زين ليش استخدمنا ours؟ ليش ما استخدمنا our؟ لانه ايش عندنا؟ عندنا نقطة ورا الفراغ، نقطة ورا الفراغ شنو معناها؟ معناها انه انتهت الجملة لهنا، الجملة اللي جتني وراها جملة ثانية. But this boy think it's there. هاي there راجع على اليمن، راجع على البويز، الولد، الولد الهواية، بويز جمع، جمع ولد، بويز ولد، وذول نقول عليهم they،
فلذلك استخدم شنو ال theirs. هالة doesn't have a radio. هالة خطية ما عندها راديو. So لذلك I أني lend her mine. أني أنطيتها مالتي، يعني أنطيتها مالتي استعارة، أعرتها الراديو الخاص بي. تمام، شوفوا الجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها My brothers want to play with my ball. أخواني يريدون يلعبون بكرتي. But they won't let me play with theirs. بعض. They theirs. ليش استخدمنا theirs؟ وردة، لأنه بنهاية الجملة فلازم نستخدم شنو؟ ضمير تملك. بالضبط، انتبهوا هنا. That pen isn't yours. هذا القلم ترى مو مالتك. It's only أو I only lent it for you. أنا أعطيتك يا استعارة. It's mine. إنه لي. النقطة الأخيرة I gave this book to ليلى. أنا أعطيت هذا الكتاب ليلى. So now it's hers. شلون عرفت هنا أنا استخدمت ال hers؟ لأن ش عندي ليلى، وليلى بنية، والبنية شي، لذلك راح أستخدم وياها شنو؟ ال hers. وهنا أنا عندي مثال أو عندي تمرين، اللي هو التمرين الثالث من كتاب النشاط، قايل لي read think and answer. اقرأ فكر وجاوب، يعني لازم تفكر حتى تجاوب هذه الأسئلة. I'm in a team. أنا في فريق. I'm in a team. We have training. إحنا نتمرن أو نتدرب on Monday بالثنين evening في مساء الاثنين. And we have a game. وعدنا لعبة every Saturday كل سبت. It's great fun. هو كلش ممتع. But we have to work hard. بس إحنا لازم نعمل بجد. فش يقول هنا؟ طبعا هو مخلينا صورة البنت. قايل she's interested in. هي مو لعبي. مو لعبي شنو؟ فتشي يتمرنون عليها وعدهم ألعاب بي. أنا إيش كتبت لكم هنا؟ ماما كتبت لكم سبورت. أنتوا تقدرون تكتبون تنس، تقدرون تكتبون فوتبول، تقدرون تكتبون فولي بول، تقدرون تكتبون باسكت بول، أي لعبة من الألعاب، يعني كرة سلة، كرة قدم، يعني أي لعبة من الألعاب ممكن إنه تستخدموها. ليش؟ لأنه هي هنا مو لعب الرياضة بصورة عامة، فأنا كتبت فيها بصورة عامة. تعالوا خلينا نشوف الجملة اللي بعدها. Every week كل أسبوع I have to make food for all the family. يقول كل أسبوع أنا لازم أسوي أكل for all the family، لكل العائلة. I choose a different country every week. يقول أنا أختار قطر أو بلد مختلف كل أسبوع. And find out more about the thing they eat. أنا راح أبحث عن الأشياء اللي هم يأكلوها. I love doing it. يقول أنا أحب هيجي. But my family are very honest. طبعاً هنا أنا الأج silent. يقول هنا بس عائلتي هي كلش honest، كلش صادقين أو نزيهين يعني. If they don't like it، إذا هم ما عجبهم الأكل، they tell me، هم يقولولي. هذولا مخوش عائلة خطية، يعني هو يتعب ويدرس ويسوي وهاي، بتالي متالي يقولوا له أكلك مو طيب، يلا ما يخالف حتى مرة ثانية يسوي لهم أكل طيب. نشوف هنا يقول he likes، هو شي يحب، أكيد هو يحب الكوكين.
هو يحب الكوكينج، هو يحب الطبخ. وعندنا هنا آخر شيء آمن أكلين، آني الطيارة flying high in the sky، أطير عاليا في السماء. شوفوا شلون راح نقرأ هاي الكلمة instructor in، شوفوا instructor instructor opens the door، المدرب فتح الباب. We look down، احنا باوعنا الى الاسفل او نظرنا للاسفل. And see the world below، وشفنا العالم من الاسفل. It's really scary، هو هذا الشيء صدق مخيف. يعني انتم تخيلوا نفسكم بمكان مرتفع تنظرون للاسفل، صدق راح ترجفون. يعني هي كأنما هنا رجفت خافت. It's really scary، هو فعلا مخيف. فشي enjoys، هي بيش تستمتع بالflying. flying معناها الطيران. إلى هنا أعزائي تنتهي محاضرتنا لليوم، أشوفكم على خير بالمحاضرة القادمة. إلى اللقاء.